نفرش الكربه بيان. شوفوا كيش مسخه كحله، لان هذاك البخار نتاع الزيت يجيها يرجع لها، وهذاك طبيعي يعني برشا ناس تسال على البخار، ما البخار طبيعي ما تخافش منه، لان هذاك لابد من البلف التبخير، لابد ينفخ ويجيب شويه زيت لهنا في حالة تخسر يعني عادي، لان البخار نتاعو يسبب هالكحوليه هذه، يسبب هالوسخ هذايا، مش تابع نقص الزيت، هذا كله بخار تنفيس. طيب باش نفكوها هذه وننظفوها ونجرب نحى منها الخضه هذيك ولا لا. توا نظفنا الفراش، نظفنا كل بابيون، خلناها بكذا، وتو باش نركب ونجرب. كان يعني فيها شيء 4 بولنات سهلة، زوز ديريتات. باش نخدمو ونشوفو حسنت العملية متاع الخضان ولا لا. كده شوي تكت وخد انت خدم انت حتى في التكريم تحصلت يعني ولد ما عادش تعمل تتخدى بك كان تعملش الترتيب كان الترتيب الاوتوماتيك ما يخدمش، وما لو سخن تحت ولا ما تسكرش بكذا، تولي هذه مع السكه بكذا. تو بعد ما نظفنا الكور بابيون واحد ما فيها باس، كل واحد يحط لها كتريت موي سونس هذاك اللي هو نظف نجي كتريت يزيدها واحده مره، هذه حتى مره في العام تكفي. نصبها بعد ما تنظيف الكور بابيون هذيك، الواحد ينظف هذه البخر خاص نصبها مع حتى 10 دينار سونس ولا 20 دينار تكفي. هذه المادة هذه به تنظف البخاخات وتنظف السلفية يعني كلها متاع البنزينة، وتنشط البخاخات وكلهم، وتنشط حتى المحرك يعني. إن شاء الله تنفعك المحرك هيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باش نخدمو ونشوفو حسنت العملية متاع الخضان ولا لا.
هنا شوي. نخدموا ونشوفوا حسنة العملية بتاع الخضان ولا لا. كده شوي. نخدموا ونشوفوا حسنة العملية بتاع الخضان ولا لا. كده شوي. Thank you.